مع دكتور مينا الفتى. اليوم رح نكون عم نناقش موضوع بهم لكتار وهو الفيسر الفات. بونجور دكتور. بونجور، كيفك؟ منيحة. كيفك؟ استفدنا لك الأسبوع الماضي. ثانك يو. شو قصة الفيسر الفات وشو الفرق بينه وبين غير فات؟ اوكي. الفيسر الفات هو أو الدهون الحشوية، هي الدهون اللي بتقعد على الأرجان، اللي بتقعد على أعضاء الجسم. وكل ما قعدت على مثلا افترض قعدت على الكبد او قعدت على المبيض عند السيده تخنق اول فتره ما بتزعج كثير، بعدين كل ما طالت وكل ما زادت السماكه كل ما نحن بتخنق الاورجان، بتخنق العضو اللي قاعده عليه كدهون حشويه وبتخليه ما يقدر يشتغل مثل ما لازم الشغل تبعه، يعني ما بكب الانزيمات اللي لازم تكون عم تنكب تيقدر يكون عم بتمم الجسم شغله مثل ما لازم. بتعبير ثاني، نحن هيدي الدهون اذا بدي احكي او جنرال شو هن الدهون بجسمنا، في عنا ثلاث انواع. عنا نوع من انواع الدهون يلي هي نحن منشوفها من اشعه بعيوننا وقت امسك الدهون ببطني او وقت امسك هيدي الدهون انا وياك بقول ليكو في هون دهون تحت الجلده، هيدي دهون ما بتخوف مأذيه على عيوني لانه على الشكل منها حلوه، بس هي فعليا كدهون ما بتخوف كثير، مش مستحبه بس ما بتخوف. الدهون يلي بتكون قاعده ما بين مش تحت الجلده، تحت العضله يلي هي عم تحمي العضو الموجود، هول ما بنكون بنشوف، هدول نحن ما بنشوفهم. هيدا اللي بفسر مرات تنفترض اجى شخص عنده وزن كثير عالي، اجى عنده مثلا 120 كيلو ضعيف 10 كيلو، يا عمي وينون؟ مع اساس قلتوا لي ضعفهم 8 كيلو فات، وينون؟ مش عم بقشعهم. في اكيد عامل نفسي انه ما عم بقشعهم لانه ناطر من حالي شوف حالي كثير عم بضعف وماني راضي على الجسم، بس في عامل فيزيولوجي. اول دهون بتفل من جسمي هي الدهون الحشويه يلي هي الدهون يلي ثاني مرحله طلعت بجسمي، لانه بالاول بيطلع الدهون اللي هي تحت الجلده، تاني مرحلة كل ما طال الوزن الزايد اللي أنا عندي بنفوتوا لهيدا الدهون على الأورجان اللي عنا وبخربطوا له من شغله. نحن مرات ما بنكتشف تخربط الشغل بشكل كتير سريع، بجي بعمل فحص دم، فحص الدم مثل التلج، ايه خلص انا منيحه، واذا وزني انا 120 كيلو ما عندي كوليسترول وتريجليسيريد بصير مبسوطه بحالي. لا، منه تعبير، لانه نحن اذا بنعمل ايكو او بنعمل سكانر لجسمنا رح نلاحظ انه في كميه فات عاليه قاعده حوالين الاعضاء الاساسيه بجسمي. بذات الوقت اذا نحن عملنا تيست اللي بنعمله نحن بالعيادات تنشوف شو وضع الدهون بجسمنا، كمان بفرجينا هيدا الاعضاء هيدا الدهون الحشويه قد ايه سمكتها، وعلى اساسه نحن بنعرف. هلا قانونيا مفروض بتكون موجوده بشكل شوي قليل، اذا عندنا اياها تحت 10% من الدهون من اجمالة الدهون الموجودين بجسمنا نحن منقطع الخبريه مرور الكرام، منا خطيه. بس إذا عندي إياها أكثر من 10% من الدهون الموجودة هون في علامة استفهام كبيرة، انتبهوا أنتوا عم بتعيطوا للأمراض. إذا كانت صبية هي لازم تكون عارفة حالها هي عم بتأخر الإنجاب عندها، لو كانت الدورة عم تجي بوقتها تعامل اوفيلاسيون، بس مالوريزمون ما بتكون الاوفول ريدي لحتى يخلق ولد منها، لحتى تكون خصبه لا تقدر تلقط السيده. نحن السيدات والرجال كميه الفات العاليه بتسكر الكبد، ما بيعود يفرز مثل ما لازم، ونحن بنعرف انه لكل شيء مستقبليا عم نحكي فيه بالتغذيه الكبد من العناصر الاساسيه او الاورجانات الاساسيه يلي بتحرق بالجسم يلي بدها تساعدني حتى انا جسمي يكون يفهم ليش انا بضعف او ليش انا بنصح اكثر من غيري. هيدا من ناحيه. من ناحيه ثانيه اذا انا ببيتي بدي اعرف شو وضع الدهون الحشويه عندي ما بدي اروح عند دايتيشن اعمل فات تيست عنده. ما هي بتبين بالفات تيست مش ضروري بالايكو. صح،
فينا عملها بالإيكو اللي هي إيدي لأنه عينك بتشوفها. بس إيكو لوين يعني؟ في ما يعني عم نحكي عن الكبد. أنا اللي بيهمني تكون الإيكو، بدنا نقول مثلا إيكو أبدومينو بالفيان أو سكانر لمنطقة البطن. وطبيعي إذا كنت عم بحكي مع السيدات أو حتى الرجال بيهمني المنطقة شوي السفلية نكون عم نعرف شو وضعها، لأنه كل ما عم نتطور كل ما عم نعرف إنه هيدي البارت من الجسم هي الأساس لأمراضنا المزمنة. كل ما هن قليل كل ما نحن قللنا من أمراضنا المزمنة، كل ما كتروا كل ما عيطنا للكوليسترول، التريغليسيريد، السكري، الريزيستانس على الأنسولين، كل هالمشاكل يلي صرنا كلنا عم نسمعها وحكين فيها كثير ببرامجنا. كفي أنا وياك تقول ما بدي أروح عند دايتشن أعمل التست، ما عندي الإمكانية أعمل إيكوغرافي اللي بدي أقول لهم أعملوا لي إيكو أو أعملوا لي سكانر شو حشتي. اوكي، فينا بكل بساطه قيس محيط خصري. كذا مره صرنا حاكيين بالموضوع، السيدات بتقيسوا خصركم، بتشوفوا خصركم تحت 80، طمنوا بالكم انتم مرتاحين بالموضوع، مش عليكم الامان بس مرتاحين. الرجال انتم تخطيتوا ال 92 انتبهوا انتم عريسك. لو المراجع رح تقول معكم لل 102، لو المراجع رح تقول للسيدات معكم لل 90، لا نحن لانه في اشخاص كثير ضعيفه بس الفيسرال فات عندها كثير عالي. ليش عم نحكي بالموضوع انا وياك اليوم يا ريتا؟ عم نحكي تقول في بعض الماكولات بتساعد وفي بعض الماكولات بتزيد من المشكل. بعض الماكولات اللي بتزيد من المشكل يلي هو مخص، ما بدنا نحكي انا وياك ايه ما انا اصلا دايتشن قالت لي انه انا بحرق 1200 كالوري رح اكل 1200 كالوري، ما خصكم شو باكلهم، بدي اكل 1200 كالوري وتعالوا شوفوا ها وانا جسمي حلو. لا هون عم نحكي كمان عن الفاستنج، بس يعملوا فاستنج بياكلوا حيالله شيء بدهم اياه وقعه وحده، هيدا الغلط، هيدا مفهوم الفاستنج الغلط. اذا بدي اعمل انترميتد فاستنج بدي اكون انا عارفه وفهمانه هيدا نظام تيساعد تيهذب الجسم كرمال الانسولين ما يعود عالي، بالاخص اذا انا عندي تكيسات على المبيض او انا حامله جان البريديابات او فحص الدم بين مخزوني على الحدود وما بدي اخذ ادويه، بدي ناتورالمون ساعد حالي وطل مقاومه الانسولين اللي عندي. هون انا بعمل انترميتد فاستنج وبدي انتبه على التوقيت. ما بيهمني تعملي لي انترميتد فاستنج كل نهار صايمه تصير الساعه 8 ويلا باكل لل 12 بالليل، ما رح احرق ما رح اضعف. نحن الايديال انا ببلش بين العشرة وال 12 الصبح اني اكون عم باكل، عم باخذ ترويقه الصغيره، بنهي اكلي يا 6 يا 8 حسب اللايف ستايل تبعي، بس اني مدها للانترميتد فاستنج وكون عم باكل بالليل ما لها عازه. وشو باكل كثير معيار اساسي، مش بس احرق فات، مش بس اضعف الفات، اذا بدي اتخيلهم هن كالوريات زياده على جسمي. كل ما انا زدت 3500 كالوري على جسمي انا تلقائيا زاد جسمي نص كيلو شحم، كل 3500. تخيلوا حالكم انا هلا عندي كنافه، في حد كمان يمكن تخليني اقول كرواسون على كنافه، دهريات عندي برجر، وعشيه ما بدي تقيل كثير قمت حطيت صحن فواكه واكلت لانه هدول طلعوا كالوريات فزات ل 3500 يمكن. اه هول فيهم 3500 بين الكنافه، الكنافه والكرواسون اللي اكلتها، بين لا مش صغيره بين الترويقه والغدا منا كونسيون انه اكلناهم، بين البرجر مع الفرايز. اذا انا اكلتها من برا للبرجر، اكلتها برجر عاديه ما تفزلكت، ما قلت لهم بدي اوفر تشيز، ما قلت لهم حطوا لي فوق اخبار، اكلت برجر اكلت مع شويه فرايز وبس. هيدي بتطلع الوجبه حسب من وين عم باكل بين 800 وال 1400. هون ما تفزلكت، ما قلت له حطوا لي دبل هام، ما قلت له اعطيني اللارج الفرايز، كنت مهذبه باللي عم باكل. هيك بجمع، ما صرفت كثير بنهاري 3600 كالوري بيتحضروا بيومين فينا نجيبهم. كثير هين. مش صعب. مش لازم كل نهار كون عم جمع 3500، اما هن لا. هو كمول، جسمي بيفهم كمول، مش وجبه وحده رح تعملني عندي وزن زايد ولا 10 ساعات ما اكلت رح يعملوني حسكه. هو كمول، قد ايه فوتت له طاقه، قد ايه هو بيحرق.
بدي اكون حافظه براسي كل ما زدت عن طاقته 3500 كالوري انا رح اعمل كومه شحم، رح اعمل نص كيلو فات، تعمل كيلو دهن بده 7000 كالوري. هيني فاصل ما باسبوع. ليش يعني ليه بنحسب نحن انه شيلوا 500 كالوري سريعا كل يوم كل يوم، اخر الجمعه انتم شلتوا 500 كالوري بينشالوا بلا ما اكون عم باذيك كثير، يعني فاصل ما بينشالوا بمجرد ما الشخص عم بفكر شو عم بياكل. شلنا هال 500 كالوري، شلنا كبكولي شحمه باخر النهار. المشكل انه اللي عنده كثير دهون حشويه، لانه ساينتيفيك ما بارلون دهون الحشويه هي اللي بتفل قبل الدهون اللي انا بشوفها تحت الجلده، وقت بلش اضعف يمكن ما اشع الاربعه والخمسه كيلو مثل ما ميرنا عم تتخيل لي اياهم. اذا انا عندي كيلو فات يعني عندي هالكبكوله الشحم اللي راح من جسمي ما اشع، لانه راح عن اعضائه بيروح عن هالأعضاء، برجع بعدين بشوفهم مزبوط بجسمي هالدهون تحت الجلدة. ونحن كل ما بدي ختير حالي كل ما بخلي هالدهون اللي على الأعضاء تكون عم تكتر. هون بدي انتبه. بزيد عليهم هودول الشخص اللي عم بيضعف وقتها يعرف انه هالدهون ما المتألمس انه هالدهون الحشويه عم تضع عم بتخف من جسمه، ملاحظ نشاطي اكثر، نفسي احلى، دهن الورق لساني عم بخف، معناتها نوعيه نومتي احلى، شنخره ما بقى فيه، مش شنخره الكلاسيك، هيدي الشنخره اللي في صوت بيطلع بينقز اللي حوالينا كانه عم نعمل ابنيد السماي او بلوتو بنعمل ابنيد السماي. هيدا من من الوزن الزايد. وقت يصير في زهق وزن زايد عندي على لساني بيربى عندي شحم، وعندي ورا لساني بيربى شحم، وحوالين الرقبه بحوالين الرقبه ورا لسان هن اللي بخلوني ما اعمل نوعيه نوم سليمه. نوعيه نوم منا سليمه يعني كورتيزول عالي بنهار، يعني انا كل نهار موتره مني مرتاحه، التجأت للاكل مني مرتاحة، ساعات جسمي بعد يزيد وزن، وبذات الوقت اجى عشية ما قدرت نمت منيح، فت بسيكل منه منيح. من القصص اللي بدي ركز عليها لكون انا عم شيل هيدي الدهون الحشوية المنة منيحة، نوعية النوم. بدي اجبر حالي كون عم بنام نوم ما بدي اقول ممتاز بس بالقليله سليم، بالقليله من 6 ل 8 ساعات كون عم بنام فيهم، مش انه اقعد اعمل دينوي بلانش لانه هذا الشيء بأثر علينا كثير. تاني شغلة بدي انتبه عليها نوعية الأكل. ما بيهمني تقولي لي أكلت 1200 كالوري وانتهى البيان، شو أكلت بال 1200 كالوري؟ هودا اللي بيهموني. وأي متى وقفت إنك تكوني عم تاكليهم؟ إذا رحت أكلتيهم خلصت الساعة 1 بالليل وطلعت نمت 1 وربع، نحن هون أنا ما استفدت، لأنه هدول مثل ما هن صاروا ستوكيس وفارم دفعت، لأنه جسمي ما حرقهم، ما عطيته الطاقة تيحرقهم، أو تركتهم بمعدتي وعيت الصبح مني هضمتهم مزعوجة وعاملة نفخة ومضايقة، حاسة حالها تقيلة وعاملة ووتر ريتنشن مش عارفة كيف بدي شيلهم. كفاية معي كمان مش بس بنوعية أكلة، في بعض القصص بتساعدني تا أنا سرع أني شيل من هيدي الدهون الحشوية. أخذت قرار بدي أعمل دايت، نمت منيح، لعبت بنوعية أكل جيدة، حطيت فيها خضرة، حطيت فيها فواكه، نظمت أكل كتير، نظمته على كل نهاري، أو عملت انترميتد فاستنج. ماني ضده، أنا من الأشخاص يلي بتبعوا بحياتي بلاقيه انه بهذب لي جسمي، بهذب لي هرموناتي. بس حتى الانترميتد فاستنج ما بقدر اعمله على العميانه من مثل اول الشهر، صرتوا عند السيدات ويلي عندهم دوره شهريه اول الشهر مثل اخر الشهر، لا، في عندي ساعات معينه بعملهم قبل الدوره وساعات معينه من بعد الدوره، مش انه يلا 16 ساعه ومشينا. مش الكل بيعرفها يعني، بيفوتوا جوجل وبيجيبوا دايت. في مرات نحن ما بيقدر جسمي بحاجه كسيده بس ل 12 ساعه، مرات بيقدر يعطيني ل 20 ساعه. بنقدر نعمل حلقه عن هذا الموضوع كيف يتقسم عند السيدات وعند الرجال تنكون مرتاحين اكثر. الاشخاص المينوبوزي هي اهين بكثير لانه هرموناتها صارت مرجلجه اكثر، والرجال بعد شوي اهين لانه بيقدروا خلص بيقدروا يشوفوا شو النظام الايديال لهم المثالي لهم حسب حياتهم 12 14 16 ساعه يريحوا جهاز الهضمي حسب هن كيف بيرتاحوا اكثر ما لعازه.
18 و24 والبطولات مع العازة منفوت على الأوبيتال عنا كتير مشاكل وما بيوصل مثل ما لازم المساجات بيبقى على الدماغ يعني بيبقى في كتير توكسين بالجسم لازم نتخلص منهم. عمليا إذا بدي أحكي أنا وياك فيتامينات ما تجي لعندها يا ريتا أو حيلا سيدة تانية تخبرنا انه هي عندها نقص عالي بالحديد، عندها الفيريتين مثلا 2، عندها ما بعرف الهيموجلوبين الهيماتوكريت عم بيكونوا 8 و9 وجايه تعمل دايت واللي انا ما عم بضعف. ما لها عازه تكبي طاقتك هلا على الدايت. هلا بدك تكبي طاقتك كيف بدك تعلي حديدك. كل ما حديدك واطي كل ما ميتابوليزمك واطي كل ما جسمك عم بيمتص أكلاتك أكتر من ما أنت مفكرة عم بيمتصهم. يعني هيدا اللي بفسر ليه السيدة الحامل سبحان الله جسمها بيعمل أبسوربسيون بشكل مخيف للحديد، بتعوز حديد بيعطيها كتير حديد. عن خارج نطاق الحمل تاخد عادة الأبسوربسيون تبع الحديد بيكون بجسمها. ذات المبدأ بالحياة وقت جسمي يعوز معدن الكريفينغز تبعي طلباتي بجسمي غريبة عجيبة. وقت جسمي يكون عايز حديد أنا بنت بموت إذا ما باكل سكر. وقت يكون جسمي نايز حديد بحس ما عم بتنفس، بحس مودي قاشط، أنا زعلانة تعبانة مش قادرة أمشي من فشختين إذا ما أكلت زبيب إذا ما أكلت سكر. تيقولوا تيخلوا هالكريات الحمر يفوت الأكسجين مثل ما لازم. طيب هالسيدة بعايز جسمها حلو وجاي عم تعمل دايت عم نقلها كلي حبة شوكولا أو كلي 5 حبات زبيب، إيه اللوجيك؟ بقوي حالي بالسبلمنت مثل ما لازم بالحديد، باكل أكل غني بالحديد على كل وجبة، سناكاتي بركز عليهم بالحديد، بعلي الهيماتوكريت هيموجلوبين لحاله جسمي والكريفينغز رح يتغيروا، رح كون بلشت بنظافة أحرق فات، شيل فات تحت الجلدة وفات الحشوة اللي عم نحكي عنه. إذا أنا عندي اكتشفت عندي فيسر الفات، شو هن الفيتامينز اللي رح يساعدوني تخفف من ظهور هالفيسر الفات؟ عندي الفيتامين سي كتير أساسي، ركزوا عليه، ركزوا عليه بأكلكم. نحن قادمين على الشتوية وكلنا منحب ناخد فيتامين سي الافيرفيسان وفي في سبلمنت منهم وكل هالاخبار كرمال مناعتنا، بس لاقوا الافيرفيسان الابسوربسيون تبعه يعني الفوار نسبة امتصاصه أو قد ايه بيستوعبه جسمي أقل من الحبوب وأقل لحبوب أقل من الأكل. يعني بيبقى أنا مضطرة أكون عم باكل أكل حبوب افرفيسان إذا أنا عايزة فيتامين سي. وإذا كنا عم نعمل دايت بركز على الفيتامين سي، هي نشيل الفيتامين سي بقلب أكلاتي، ببرش الحامضة بقلب صحن التبولة لأنه برش الحامض فيه فيتامين سي أكتر من الحامضة من عصير الحامض، ببرش حامض وبعصر حامض، بدخل قد ما فيه خضرة وفواكه، كل شيء لونه أخضر غامق بحطه بقلب أكلاتي، بجرب قد ما فيني باكل فليفلة عنصر أساسي من الفيتامين سي، بقطع كيوي بشكل يومي بنهاري بلا ما أحس أنا من هالقصص الخضرة. ما حكيتك بالأكل التاني، ما حكيتك بالقصص اللي موجود فيها فيتامين سي، بس بصحن سلاد بنتفت برش حامض أخذت البوزوان تبعي. وما على الفيتامينز بنكون عم ناخذهم؟ بقدر كون عم باخد سبلمنت حتى انا اقفر حالي اذا انا منيحه. للتذكير كارانس بالفيتامين سي، كيف بعرف انه انا ناقصني فيتامين سي؟ انا وعم فرش اسناني في نتفه دم عم تنزل من اللثه، علما انه انا منتبهه على اسناني يعني متابعتهم عند الدانتيست ونيرتي منيحه بس ويمكن بدخن او ما بدخن، بس ما كان عندي كميه الدم شوفها كثير رسما عم شوفها، معناتها انتبهوا في نقص بالفيتامين سي. إذا انجرحت بدل ما تصح جرحي بيومين عم بياخد معي أسبوع تيصح جرحي، هيدا دليل إنه أنتو عندكم كارانس بالفيتامين سي أو دولة، هيدا دليل سريع. طب وكترة الفيتامين سي ممكن تأثر على الكلاوة؟ أكيد بحسب الكلاوة، ومش محبب أن يكون عم باخد سبلمنت بشكل يومي وأنا داعمي حالي بالفيتامين سي، يا بدعم حالي بأكله يا باخد سبلمنت. وإذا بدي أخد سبلمنت وأنا عم باكل صح بدي أخد نص الدوز المطلوبة. ريكومنداسيون تكون عم تاخد عيار 1000 تاخد 500،
ما بتاخدي ألف لأنه أنت هلتي وعم تاكلي صح، عم تاخدي تيعمل لك بوست لمناعتك وبوست تيساعدك حتى أنت تشيلي شوي من هالفيسر الفات اللي عندك ياهن. هيدي الفيتامين سي. بنرجع بنلتجئ للفيتامين بي 1، كتير أساسي. البي 1 هو من الفيتامينز يلي بيساعدنا تا يكسر الدهن بعد منيح بجسمي. وين بلاقيه؟ بلاقيه بكل القصص الكاملة، يعني بالقمحة كاملة، بالنخالة، بالبرغل، بالرز الكامل، بالقصص اليومية يلي نحنا مرات منقول ما عليه كله أسمر أحسن مما تاكله أبيض، كله شوفان حبة كاملة سمرة أحسن مما تكونوا عم تجيبوا الأبيض الخفيف كتير على المعدة واللي شكله كتير حلو. هيدا من ناحية، وأكيد منلاقيه بعض ببعض أنواع اللحوم يلي نحنا منحب نكون عم نتناولها. وقتا نكون مقررين ننزل من هيدي الشحوم الحشوية منكون عم ندخلهم. منفكر كمان بالمانيزيوم، ما تنسوا مانيزيوم إيجال عم بيبعد عنا ريسك السكري والضغط. الأشخاص اللي بدتين اللي عندها ريسك يعلى عندها السكري أو اللي عندها ريسك يكون عندها ضغط، المانيزيوم عم بيساعدها بهالقصص. بزيد عليهم المانيزيوم عم بيساعدنا تيخفف أرمان التوتر، معناتها عم بيساعدنا حتى يخفف من ظهور هودول الدهون الحشوية. كمان بدخلهم على نظام أكلي بشكل كتير طبيعي وكتير عادي وبزيد شوي، لأنه جسمي كل ما أنا معصبة، كل ما أنا بشتغل بحره كل نهار، كل ما جسمي بيعوز مانيزيوم زيادة. يعني نحن هلأ نأزنين، موترين، الوضع العام صح، مكربجين، الوضع العام منا مرتاحين فيه. هيدا الشيء بده يأثر على نقص المانيزيوم بجسمي. لو أنا بنت كاكاو، ولو أنا بنت شوكولا، ولو أنا بنت ناتس، وأنا باكل هلسي، باكل سبانخ وملوخية مفرزين وبناكل كتير ملوخية، هودا فيهم سورس عالية، وبروكولي وكل هالأخبار فيهم سورس عالية من المانيزيوم، بس جسمي عايز أكتر. مرات بعوز أن يكون عم بزيد المانيزيوم تستفيد من هيدا من هيدا الشيء. كمان اذا بتسمعوا من كثير مع، بس انه لازم دخله، عم بحكي دهون حشويه لازم دخل كل القصص اللي بتساعد. لازم اكون عم نكمل حلقه انا وياك. في عندك البربرين بارتو يلي هو نحن ما بنقدر، ما عندي اكسي عليه، ما بلاقي البربرين بالبلانت، ما بلاقيه كفواكه او كهيدا او كعشبه. هو موجود بالنباتات كلهم، بس موجود اكثر بالروتس، يعني موجود بالجزع، موجود بالوراق. بيتاخدوا بيتجمدوا، او يعني يا بيتيبسوا بيستعملوهم باودر، يا بياخدوهم سبلمنتس كمان، او بينعملوا صفار منه. نحن بس ناخدهم شاي، يكون بشاي عباس دو بربرين، عم بتساعد كتير تتشيل الفيسر الفات، عم بتساعدنا تنزل الوزن. والدليل وين بنلاقي منه؟ بتلاقي منهم كتير بالفارماسي وبالسوبر ماركت الكبيرة. بالفارماسي بتلاقيهم سبلمنت وبتلاقيهم أعشاب، بالسوبر ماركت بتلاقيهم أكتر أعشاب. تيزان بتشربيها، بتفيد كتير الصبايا يلي عندهم تكيسات على المبيض، بتفيد كتير الأشخاص اللي في عندهم شحوم على الكبد، منحب يكونوا عم بياخدوها صفار بدو تيزان. انا بفضل ما اكون عم باخد سبلمنت، بشربها شاي. بكره بعد شهر الجاي منصير حايصين شو بدنا نشرب، مندخلها من ضمن الليست اللي نحنا منشربها، بتساعدني تتفتفت لي هالدهون اللي قاعده على الاورجان تبعي. كمان بزيد انا وياك الكروميوم. نعرف من شي سنه كسر الدنيا على التيك توك والسوشيال ميديا، اللي ما بيفهم بالكروميوم ما بيفهم بشي. حبوب ما رح اقول بناخذ الكروميوم حبوب، لانه الكروميوم صفار مدو حبوب بينقذني، بيضرب الجهاز العصبي. هيدا ميتولور فعلا، ما فينا كذب. الكروميوم علميا بيساعدنا حتى يرجلج الانسولين بالجسم، بيساعدنا تاخسر من الوزن. ساينتيفيكمون بارلان سي بروفي، في داتا، في ارتيكلات بفسروا عن هيدا الشيء. براتيكمون هيدا ميتولور ما بينضف من جسمي، ما بقدر اخذ سبلمنت بلوع بلوع منه وانا جسمي ما عم بيعرف يتخلص منه، بده يضرب لي جهاز العصبي على المدى الطويل. مش محبب كون عم نبش عليه هيك، منبش على المأكولات يلي فيها كروميوم، منبش على القصص يلي
يعني الكروميوم بليب بمعظم المأكولات يلي بيعلق رمان استعادة أو بياخده بدوزاج كتير خفيف بفود سبلمنتس إذا أنا من محبين الفود سبلمنتس وبجيبولي من برا وبحبكن عم باخد منهم. بشو ممكن نكون عم نلاقيه كأكل؟ بقدر لاقي الكروميوم بالشوكولا، بقدر لاقيه بالكاكاو، بقدر لاقيه بالذرة، وهودي كلهم فيهم مادة تريبتوفان اللي بتعلق هرمون السعادة، بقدر لاقيه بكتير من خضرياتنا، وبيقطع القبلية وبيساعدنا ما يعلي السكر بالدم، دونك بلاقيه بالخضرة وبلاقيه بالقصص التانية يلي غنية بالتريبتوفان. والكمية اللي بدنا ناخذها مثلا نفترض من الشوكلت ما رح تكون عالية يمكن لأن الشوكولا نحن قد بدنا ناخذ منها. إذا أنا بنهاري أكلت كم حبة لوز، أبو 10 حبات لوز، أكثر حرام عم بتجمعوا لي كالوريات، يعني من المستفز لمين يمكن نحن من أول العالم يلي حكينا قد إيه مهم تدخلوا دهون مع الحلو اللي عم تاكلوه كرمال تكونوا عم بتساعدوا حالكم تتحروا أكثر فاتوا تمي على الأنسولين وكل هو الأخبار، عملنا شي 10 حلقات عن الموضوع. براتيكمون بدكم تنتبهوا يا جماعة، مش إنه قلنا اللوز منيح مع الشوكولا تروحوا تاكلوا وقية لوز مع حبتين شوكولا، لا، نحن عم نحكي بخمس ست لوزات بالأخير هيدا إنرجي كالوري، ما فينا صورخ فيهم بآخر النهار رح جمعهم فات، دونك بدنا ننتبه، بكل خمس ست حبات لوز معي مجال للعشرة، دو كاري شوكولا، فنجان كاكاو صغير بنهاري، عبالي لقميش بدل ما اروح على الفستق اللي بيعمل لي اوجاع بمفاصلي، بروح على الذره المحمص اللي بلاقيه بالبزورات، لشو جيبه مع باربيكيو من فوق؟ بجيبه مع نتفة ملح وبزياده، على شو بدي اجيب هيدي كوكتيل الباربيكيو والحركات؟ هون كم سناك صرنا عم نحكي؟ اذا بدنا ناكل كل هول يعني شوكولا وكاكاو قلنا و بالنسبه لإلي ما فيني ما احسب الكاكاو من ضمن السناك اللي عم باخده، في يكون محل فنجان القهوه الصبح اذا كنت عم باخذ كاكاو مر، وفيني اعتبر ترويقه الكاكاو مع كمشة لوز مع يمكن حبة فواكه صغيره ما بتعلي السكر بالدم، او فيني اعتبر حبتين جوز مثلا مع عروسه جبنه وفنجان الكاكاو هو ترويقه، دخلتهم من ضمن ترويقتي وما اخذت سناك، تغديت سناك، تعشيت سناك صغير. اميره بس في كتار بفكروا هلا اللوز الاخضر بعقد بس بدي عد كم حبة كمان عشرة اللوز الأخضر والفستق الحلبي عدوا حباتكم قد يعني اللوز الأخضر ما رح أقول عشرة لأنه حتضحكوا علي أنا ما فيني واقف على عشرة بس إنه 20-25 حبة اعملوا ستوب بالحرزان وبزيادة زيت الشي الفستق حلبي بومين كالوري يعني ما فيني أعبي الكاسة من قلبي وأقعد آكل بدي أعرف إنه أنا معدلة بحدود 30-35 حبة مفقاية وستوب خلصنا سلينا فيك دكتور مينا نحن بدنا نتشكرك على المعلومات اللي دايما بتعطينا اياها ميرسي مشاهدينا رح توقف على فاصل قصير وبنرجع